بيسقفوا على ايه؟ الفرنسي مشاية بتجنن على نهر الراين. هاي هذا اللي بدنا نروح عليه، متحف لينيك اهو، ميزي الاسكان. شفتيه؟ هذا المتحف اللي عايز اروح عليه، ميزيك الاسكان. يومية والعادات والتقاليد لأهل ستراسبورغ، يمثلوا بيت قديم في وسط مدينة ستراسبورغ. مش قادر أمشي خلاص ولا أطلع سلم، لازم أطلع ثلاث طلور فايتني. يا يومي مدفع او اكل وشغل. الحياة اليومية ده من سنة، من حوالي 600 سنة. الحياة بستراسبورغ من 600 سنة. فرنسا سيراميك، حديقة تبعت البيت، أعتقد هي أشهر شيء فيه. يا الله شو البيت كبير. فترة بين عائلة الصاطي وعائلة موصلي، فالعائلتين دول المفروض يبقى اسمها بالسوري الصاطي وموصلي. فهذا البيت بينمز لفترة الحكم لعائلة الصاطي، فأي حدا من عائلة الصاطي بيشوف البيت يبقى ينبسط من حاله، أصله من فرنسا هو موصلي. فهذا البيت من عائلة الصاطي، هيك بيقول الكتاب. وسنة 1900 اتعمل سنة 1820 وصار متحف سنة 1904. يعني 1904 لهلا انتقل فيه ناس كتير ساكنين من سنة 1918 سوري، صار بيرمز للحكم الصاطي الفرنسي. تشوف ايمج دي ميوزي الساكيين او الصاطي، هدول عائلة الصاطي. قلت لك هذا البيت هو أكثر شيء بيعجبني، إنه هو عامل البيت الشامية.
مفيش حمام عندهم في عدة الصوت ولا كله غرف نوم غرف نوم؟ أكيد غرفة الصلاة بتاعته. الأمامير دول تخيل لو عندنا بيت كده زي ده، بيت شامي قريب قديم، وأهم حاجة ما يكونش في كل الطوابق دي عشان الواحد ما يتعبش. ايوه هاي غرفة النوم شفتيها؟ تخت؟ هاي غرفة المعيشة عم ياكلوا تخت هنيك. الولاد بيقعدوا بيت وهذا الشارع، وعندهم غرفة استقبال واحدة الطرف الثاني، كل غرف نقوم بقى الولاد. تعرفي ممكن كمان يصير هذا فندق في سوريا، كتير بيوت قديمة هيك عملوها فنادق، بس ما حدا هيعرف ينام يعني. حرام طول ماما نايمين لا مش خير، مش شايفة صوت الأرض، ما في واحد بيمشي غير لما تسمع زقزقة الرجلين. حلو البيت كتير والخضار هيك، وجرس هذا مشان وقت الاكل يقول لهم تعالوا يلا الاكل جاهز. حينادوا كل دول منين فين ولا هذا جرس تبع الضيوف. طب تعال نشوف غرفه الضيوف. بحر؟ لا احنا اجينا من هون. بك 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 شايف شايف البحر كبير. لك لا لغرفة الضيوف، احنا اجينا من هون تحت الارض. تحت الارض نزلنا طابقين لغرفة التموين. هي كلها كانت، تخيلي هي كلها معباية شو اسمه خمور كبيرة. وهي شو هي؟ هي معصرة او بير مثلاً. بس انا بتقلي مش بير، لان لو بير مي كان تحت يكون لا مو بار بير مي. هاي معصرة، هيك معصرة منزلية. بينزل هيك بيجوا هدول وهدول بيشتغلوا. تمام. وهدول بيشربوا وعطينا التلفزيون ليه بقى ان شاء الله. طب شغلوا لنا التلفزيون. شو هاد قلتي؟ شو هاد؟ هاي شو؟ معدات. نورتي المحكمة، واضح انها معدات يعني. شايفاها ايه مثلا؟ اكل؟ شو عملت انت؟ شعلت التلفزيون؟ المعدات. لك ليه؟ عشان العفاريت يتفرجوا. احنا تحت الارض. في سياح وفي زحمة، بس هون شكلهم ايه؟ مرتاحين رايحين. ما في يعني ألمانيا وهولندا وشو دول الشمال غير نزلت على فرنسا وإيطاليا وإسبانيا شيء تاني. أعمل ايه عشان أسيب بلدي؟ مش عايز اقعد في هولندا. شو؟ ما ارجع على هولندا؟ نفسي. بس يلا. امري لله، بس تطلع جنسية، بس تطلع جنسية يا ناقل اسبانيا او ايطاليا او اليونان. الدولة اللي فيها شغل حنتقل عليها، بس اني اقعد في دولة هيك باردة وما فيها حركة موت.
يعني يقولوا ان انا بسافر كل شهر مره، كنت انتحرت من زمان. مدينه محرره على ايد شارلمان من الاحتلال الروماني سنه 1842، وكان في مقام فيها اوث ستراسبورغ، معاهده ستراسبورغ، التحرير من الزحمه الالمانيه. عشان هيك اختاروا ستراسبورغ لتكون المفوضية الأوروبية من ضمن كل مدن أوروبا. يعني تخيلي ما في شيء هيك تختارينه صدفة، وهي البناية اللي احنا قاعدين فيها مجسم ليها. القلعة حلوة، شيء ضخم جدا، فما في شيء عم يختاروه صدفة، حتى مقر المفوضية الأوروبية بستالزبورغ. مشان هيك أول قانون ديمقراطية طلعت من ستراسبورغ، عشان هيك لسه بيحتفلوا فيها. فستراسبورغ أول مقاطعة كان فيها ديمقراطية في أوروبا، وكان حق للمواطنين انتخاب الرئيس، مش ملوك مثل كل أوروبا، انتخاب رئيس. تخيل، أنا أول مرة أعرف إن الموضوع بدأ بستراسبورغ. كان أي حد له حق إن هو ينتخب ما عدا ثلاثة، الأطفال والستات واليهود، هم هيك قالوا، ما أعرفش. فتخيلوا أول ديمقراطية بدأت من ستراسبورغ. كل شوية بفهم ليش اختاروا ستراسبورغ تكون مقر المفوضية الأوروبية الدائمة، رغم إنها مدينة صغيرة على حدود فرنسا. ثورة إنسانية وثورة حضارية عملوها هون بمدينة ستراسبورغ، وهدول كانوا أول ناس مشتركين بالانتخابات والمجلس تبع مدينة ستراسبورغ. من هون بدأ تطبيق أول نظام للضرائب، اللي هي مدام أنت مواطن لازم تدفع ضرائب. عشان هيك بيقول لك بسمين ضرائب برجر، مثل أهل برجر اللي كانوا موجودين هون. القومية والديمقراطية تمت بس 30 سنة، 30 سنة بس. بعد كده هجم عليها الإمبراطورية السويدية، هذا 1630، وهجمت عليها حرب 30 سنة بين فرنسا وألمانيا، البروتستانت والكاثوليك، تمام. والحرب كل حرب 30 سنة بس كانت ديمقراطية، والباقي بدأت الحروب من 1610، كله حروب 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 لغاية ما انتهت هاي الإمبراطورية الديمقراطية في أوروبا. في الآخر بقت تبع لفرنسا، ما كانش تبع لفرنسا قبل كده، فصارت تبع لفرنسا من بعدها، من وقت 1680. يا حرام، ما استمرت الديمقراطية في ستالزبورغ. شخص من الجيش الفرنسي، المملكة الفرنسية، حاصروا ستراسبورغ وأخذوها، وصارت تابعة من 1681 لحد الآن للإمبراطورية الفرنسية. يا حرام، ما لحقوا. وعشان هم تابعين بيؤمنوا بعدم الحرب والسلام والديمقراطية، لما تحاصروا من الجيش الفرنسي قرروا إن هم ما يقتلوش. عدد سكان 60,000، اتحاصروا 120,000، فسلموا البلد بدون أي مقاومة. فعشان هيك اتعاملوا من الحكومة الفرنسية وقتها، أو المملكة الفرنسية، معاملة منيحة كتير، لأنهم قرروا ينضموا بدون أي قتال. ولكن طبعا كان اسمها المملكة الحرة، بقت تابعة للمملكة الفرنسية، وانتهت قصة ستالزبورغ والحرية. من مدينة ستالزبورغ الحرة إلى المملكة الفرنسية، المدينة التابعة للمملكة الفرنسية، المدينة الحرة التابعة للمملكة الفرنسية. ضحكوا على حالهم، يعني شلون حرة وشلون مملكة؟ هاي المدافع ما انضرب منها شيء وقت حصار ستالزبورغ. هيك الدولة اللي فيها سلام كله بيطمع فيها. مدينة العالم من القرن 18، هذه هي المدينة ستراسبورغ. هون مستنين اللون الأخضر يجي لنطلع نشوفه من فوق.
يا خرافي. ثلاثي الأبعاد للتاريخ تبع المنطقة. شاشة رهيبة. هي مو شاشة، هي واقفة بالهواء. رهيبة. فجأة إن مدينة ستالزبورغ اللي احنا فيها هلا، القائد العظيم والشيء اللي هم بيحتفلوا فيه والبطل تبعهم هو الجنرال كليبر، اللي هو طلع من مدينة ستالزبورغ وكان مع جنود الفرنسويين أثناء الغزو الفرنسي، ففتح سوريا ولبنان ودول أفريقيا لحد ما وصل لمصر وتقتل على يد سليمان الحلبي في القاهرة. فهو بيعتبروه بطل قومي لهم، حتى أكبر ساحة اسمها ساحة كليبر. فتخيل كليبر هذا إجا عندنا وتقتل من واحد سوري، وأنا بقول له ها قد عدنا يا كليبر. أنت أجيت محتل وأنا أجيت لاجئ، أنت أجيت تنقتل وأنا أجيت عشان أعيش. باي كليبر. مع الحضارة الفرعونية إن هو بتحتضن إن مصر احتضنت كليبر لما إجا، وهو إجا اتقتل في مصر، فمعتبرينه إن هو يعني الهرم من أهرامات الموجودة في العالم كليبر، ودي الفرعنة بيستقبلوه بترحاب، وهو اتقتل في مصر. ستراسبورغ من حلقي، حتى وصلنا هلا لهتلر. هتلر هو ماشي في شوارع ستراسبورغ سنة 1940. هتلر بستراسبورغ. متحف كبير، مدينة من أول ما كانت تحت الاحتلال الروماني بسنة 1500 وشوية، 500 سنة من الأحداث. 500 سنة، لدرجة اني انا نفسي تعبت من الاحداث، تعبت فعلا. تفرجي على ايه؟ ضربوا ستالزبورغ بالقنابل شو اسمه كيميائية، هون الاحداث تبعتها. الحرب العالمية الثانية انضربت بالكيماوي علشان تستسلم لهتلر، وهذا اللي صار. 15,000 ماتوا في وقت قصير. شيء الحلفاء إيشو دمروا ألمانيا، دمروا ستراسبورغ بسنة 43، قصفوها قصف شديد، دمروا نصها وأخذوها. أم دخلت ألمانيا بسنة 43 أخرتها، أم أخذوها. ضربوا كمان ستراسبورغ مرة ثانية، فصارت قصها مرتين، 18,000 ماتوا من هون ومن هون. للأسف دمرت مرتين. اختيارها سنة 49 لتكون مقر الاتحاد الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية. كل دول أوروبا اتحدت على أنها تعمل اتحاد بينها مشان ما يصير حرب ثانية، وهون بدأت فكرة الاتحاد الأوروبي سنة 48، واختاروا ستالزبورغ تكون هي مكانه، وفيها اتحاد فيها مقر كتير للاتحادات الأوروبية. وهذا أول كراسي. التاريخ تبعه شيء جميل جدا، تشوف العالم الأوروبي كله متحد وينبذ الحرب بعد الحرب العالمية الثانية. شيء جميل جدا، وبدأوا يبنوا البرد وصارت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ما دمرتها. اتفقوا بين السلام واتفقوا يكون جزء واحد، مهما كان الدين مش هيفرقوا، مهما كان الحدود مش هتفرقوا، وهيجتمعوا على انه يكونوا دولة واحدة وبس. حلم جميل. ياريت كلنا نكون كده. هنا الاتفاقات اللي طلعت عليها الاتحاد الاوروبي الاول، ان احنا حنغير كل رجل حرب، هنغيره ونحط مكانه رجل خشب، وكل حرب هتكون بس حرب تجارية وليست حرب قتالية،
وكل المنافسة اللي بينا بعد كده هتكون منافسة حبية، هنكون كلنا على قلب رجل واحد. والله يعني عينيا بتدمع وانا بسمع الكلام الجميل ده. كلام حلو قوي عن جد. كوبري كال هذا اللي انا ماشي عليه هلا، هو اللي بيفصل بين انجلترا، قصدي شو انجلترا، بين فرنسا والمانيا. واحد للمشاة، واحد للقطارات، واحد للسيارات. فانا ماشي تبع المشاة. فجأة من جسر كال كنت بفرنسا، قصدي كنت بألمانيا، ورايح على فرنسا ماشيا على الأقدام. يا نور عيني منديل حبيبي صرف عيني بعد الفراق والأشهر. هداك ايه بيحطوا قفل هون على اساس ان مش هيتفرقوا طول العمر، ما بيعرفوا ان القفل بيتكسر على كوبري بينكسر، يعني مستحيل يضل طول العمر. نوصل لغاية الاخر بس نحط رجلينا على فرنسا وبعدين نرجع، او ممكن نركب المحطة اللي هنا. على كوبري كيل يا نور عيني عندي الحبيبي فرق عيني عند الفرق. شو؟ شو؟ شو عم تضحك؟ أنا عجبني المكان والطبيعة والنهر. هذا نهر الراين؟ نهر الراين، راين ريفر، ريفر راين، نهر الراين الذي تمت على جوانبه الكثيرة من البطولات والحروب، وأنا أخطو عليه بقدمي. ها قد عدت يا نهر الراين. معلش تخاريف اخر الليل، تخاريف اخر الليل. طب ليش نركب ترام ونرجع على المانيا تاني؟ ما احنا خلاص، ولا محتاجين ناخد فيزا؟ ما الى الاراضي الفرنسيه. لك هذا اهو ترام، فينا ناخده للناحيه التانيه بدون ما نمشي، مو هيك؟ منيح. هلا يعني خلاص هناك صار كله بيحكوا الماني، مشينا خطوتين صار كله بيحكوا فرنسي. ما شاء الله ما شاء الله، خطوتين قلبوا اللغه، مثل كمان عندنا في سوريا خطوتين بيحكوا لبناني، خطوتين بيحكوا سوري. بس هون ما في سيارات، شلون ما في كنترول؟ مش هنختم باسبورات دلوقتي؟ مش هنختم باسبورات لو احنا داخلين على فرنسا؟ ليه؟ كيف انا بيجوا على فرنسا؟ بس انا عايز اختم باسبورات عشان احس هيك بالظلم كاني في الدولة العربية. عايز كده حتى يقول لي باسبورك ممنوع من الدخول، ما عندكش فيزا. انا عايز واحد يوقفني يقول لي ما عندكش فيزا، ارجع ومش هديك فيزا، جيب معك كفيل. احجز فندق. لا ده انا بقول الرساله دي طبعا لكل الموجودين في لبنان والاردن. ده انا دخلت من على فرنسا اهو وهي خطيت في الاراضي الفرنسيه. شو هون؟ خلص هي هلا استنى، بدل ما نقول دانكشن بنقول ميرسي، ميرسي بوكو، بونسوار.